السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس إن شاء الله سنتطرق إلى أهم الأفعال في اللغة الألمانية. ماذا أعني بأهم الأفعال؟ أعني بها الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية، الأفعال التي نستعملها كل يوم أو يوميا، دائما ما نستعملها. وسنعطي مع هذه الأفعال جمل، سنعطي جمل فيها نستعمل فيها هذه الأفعال. إذن إخواني وأخواتي، تابعوا معنا الفيديو وستستفيدوا من هذه الأفعال، وأدعوكم إلى الاشتراك في القناة وشكرا. إذن سنبدأ على بركة الله. كما تلاحظون هنا الأفعال، هنا زيت وهي الجمل، لدينا فعل زين وهو فعل يكون، إيش بين ein Meter siebzig groß، هنا Meter وفقط M صغيرة. Ich bin ein Komma sieben Komma siebzig oder ein Meter siebzig. نستطيع أن نقول Ich bin ein Meter siebzig أو 1,70 Meter groß. والسؤال يكون هو Wie groß bist du؟ Wie groß bist du؟ هذا هو السؤال، أو wie groß sind sie، أو wie groß إلى آخره. فعل haben وهو كما قلنا يمتلك. Du hast Glück، du hast Glück نقولها عندما نريد أن نقول لشخص أنك محظوظ، أنت محظوظ، نقول du hast Glück أو du bist glücklich. هنا فعل geboren وهو يولد، فعل يولد. Er ist in Deutschland geboren، هو ازداد، أو فعل يزداد، هو ازداد في ألمانيا. heißen وكما تعلمون هو فعل يسمى. سؤال هو نقول wie heißt du، ما هو اسمك، أو wie heißen sie بصيغة، إذا كانت رسمية نتكلم برسمية مع شخص نقول wie heißen sie وتعني ما هو اسمك. الجواب هو sie heißt. هنا لأنني كما تلاحظون قمت بالترتيب على حسب الضمائر، أنا، أنت، هو، هي، نحن، هم، أنتم، و زي هي أنت في صيغة برو فورمال، أو زي تعني هما. إذن هنا زي هايست لينا، هي اسمها أو هي تسمى لينا. فعل لانن وهو فعل لانن هو يتعلم. Wir lernen Deutsch، نحن نتعلم الألمانية. kommen وهو يأتي، يأتي. ihr kommt aus Spanien، كما قلت لكم في دروس سابقة kommen نعني به أيضا من أين تأتي، لكن نعني بها أصلك. ما هو أصلك؟ عندما يطرح عليكم شخص woher kommst du، سأكتبها لكم هنا woher comes to أو common Z. Woher comes to، فهذه تعني من أي دولة أنت، أو من أين أنت، من أين أنت. إذا ترجمناها باللغة العربية ستعطينا woher هي من أين، comes to جئت، من أين جئت، أي ما هو أصلك، وما هي الدولة، من أي دولة تأتي. ihr kommt aus Spanien تعني أنتم من إسبانيا. gehen وهو فعل يذهب. gehen Sie nach Hause، هذا سؤال على صيغة سؤال، هل أنتم ذاهبون إلى المنزل. gehen Sie nach Hause. laufen وهو يتمشى، laufen هي يتمشى. ich kann nicht laufen، هنا ich kann nicht laufen تعني أنا لا أستطيع أن أتمشى. rennen وهو يجري، يجري. du rennst so schnell، du rennst so schnell أنت تجري بسرعة. schnell هي سريع، so نعطيها أنها سريع جدا. schwimmen، schwimmen وهي يسبح. ist geschwommen، ist geschwommen هنا في كما تطرقنا له في الدرس السابق وهو das perfect. هنا في الperfect لأنه
في هذا الفعل في حركة أو تنقل من مكان إلى آخر، لهذا أخذ الفعل زاين أو الفعل المساعد زاين. إيس كشفومن فارن فارن، وهو ينتقل من مكان إلى آخر، لكن عن طريق عربة أو أي شيء، هو يكون في شيء وشيء يسوق به. أو أيضا عندما نقول يسوق السيارة فهذا تعني أيضا فارن. زيفات نيشت كوت هي لا تسوق جيدا. زيموس نوخ فارن لأن يجب عليها تعلم السياقة. فليغن وهي يطير. فان فليكت إير ناخ شينا في أي وقت. فان هي تعني في أي وقت أو أينما، ليس أينما. فان هي نقول متى 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 تطيرون أو تسافرون، لأن فليغن هي يطير، لكن تعطينا أيضا معنى يسافر إذا كنت تسافر عبر الطائرة. متى تسافرون إلى شينا. ليبن وهي يحب. في ليبن ديش نحن نحبك. هاسن وهي هاسن هو يكره، ممكن استعمالها مع الأشخاص يكره أو كره شيء، شيء عام تقول أنا أكره هذا الشيء أيضا نستعملها. زي هاسن إن هما لا يحبونه أو يكرهونه. موغن وموغن تعني أيضا يحب، لكن عندما تقولها لشخص أنت تقول له إيش ماكتش، أنت معجب به، لست تحبه تقول إيش ماكتش أنت معجب به. أو إيش ماك إتفاس عندما تقول أنا أحب هذا الشيء مع الأشياء، أيضا يمكن استعمالها مع الأشياء أو مع الأشخاص. عندما نستعملها مع الأشياء فهنا تعني أننا نحب هذا الشيء، أن أكل هذا الشيء أو إلى آخره. ولكن عندما نستعملها مع الأشخاص فيكون هناك مثال إعجاب. فولن وهي وهو يريد. ويلست إتفاس إسن هل تريد أن تأكل شيئا، كما قلنا إتفاس تعني شيئا. ويلست إتفاس إسن كونن وهي يستطيع يستطيع. كان داس أوخ زلبا ماخن. كان داس أوخ زلبا ماخن هنا تعني هذه الجملة أنه يستطيع أيضا أن يعمل هذا الشيء بنفسه أو لنفسه، يستطيع أيضا أن يعمل هذا الشيء. عند مثال عندما يسألك شخص يقول لك هل تستطيع أن تفعل هذا لهذا الشخص وأنت لا تريد، تقول كان داس أوخ زلبا ماخن، يمكنه فهو بإمكانه أن يعمله بنفسه. زولن وهو يجب كما تطرقت إليه في درس سابق، يجب وميسن أوخ أيضا يجب، لكن زولن يكون لديك الاختيار، يجب عليك أن تفعل شيء. مثال التلفاز لا تعمل أو هاتفك لا يعمل، تقول إش سول داس هاندي ريباريين لاسن، أنا يجب علي أن أصلح هاتفي. لكن يمكنك أيضا أن تضع هذا الهاتف جانبا ولا تصلحه وتشتري هاتف آخر. لكن مسن يجب عليك فعل الشيء بصفة نهائية، يجب عليك فعله. زولن يجب عليك فعل شيء لكن يمكنك الاستغناء عنه. هنا زيزول سو بوليساي جيهن. زيزول سو بوليساي جيهن يجب عليها الذهاب للشرطة. بعد إخوان إذا كانت هذه الأشياء غير واضحة لماذا هنا قلنا تسو ولم نقل إن، إذا كانت لكم مشكل مع حروف الجر ففي درس سابق تكلمت عن حروف الجر. مسن كما قلنا وهي يجب. في مسن mit diesem Zug fahren يجب علينا أن نذهب أو أن نستقل هذا القطار. دوفن وهي يسمح. دوفن هي يسمح يعني أنت مسموح لك بفعل شيء. هنا مثال يدوفت
reinkommen, reinkommen hier تدخلون تدخلون. Ihr dürft reinkommen. هنا verzeihen وتعني يسمح لكن مثال عندما تفعل شيء لشخص وتطلب منه السماح المسامحة كما نقول المسامحة هذا الفعل هو verzeihen. Sie verzeihen dir. Sie verzeihen dir تعني هو هما يسامحهما يسمحون لك على شيء فعلته لكن dürfen وهي يسمح لك نستطيع أن نقول هنا يسمح لكم بركن السيارة لكن هنا تلاحظوا مع الفرق dürfen هي يسمح لك بركن السيارة يسمح لك باستعمال الهاتف يسمح لك بالتدخين أو لا يسمح لك لكن verzeihen تعني مع الأشخاص عندما تقوم بفعل شيء لشخص ما وتطلب منه السماح فهذه هذا هو الفعل المناسب هنا نسيت فعل آخر وهو verbieten dürfen وهي كما قلنا يسمح لك و verbieten وهي يمنع verbieten هي يمنع نستطيع أن نعطي مثال هنا نقول das ist verboten Das ist verboten وهو ممنوع شيء ممنوع Das ist verboten هنا sagen وهي يقول فعل يقول Ich hab dir gesagt أنا قلت لك هنا أعطيتكم فقط مثال آخر Ich hab dir gesagt وماذا قلت لك قلت لك هنا دموس يجب عليك إلى آخره أن تفعل هذا أن تذهب إلى الطبيب أن أردت فقط أن أعطيكم هذا المثال حتى تلاحظوا عندما نقول زاغن يكون مع الماضي إشهاب ديال كزاك فتكون فاصلة وتكون جملة أخرى ماذا قلتم غيدن وهو يتكلم هنا يقول أو نستطيع أن نقول أيضا قال عندما يكون شخص قال شيء فهو قاله وانتهى هذا الشيء لكن غيدا أن تتكلم والتكلم هو أنك تكون تتكلم مع شخص لكن قال ليس لا تستطيع أن تقول شيء لوحدك غيدا غيدستو ميت ميا هل أنت تتكلم معي هل تتكلم معي غيدستو ميت ميا unterhalten وهو أيضا يتكلم لكن يتحاور unterhalten وهي يتحاور يكون حوار sie unterhält sich هنا sich unterhalten sie unterhält sich mit ihrem Chef هي تتكلم مع مديرها أو إلى آخره هنا machen وهو يفعل machen يفعل wir machen das morgen سنفعل هذا غدا nehmen وهو يأخذ habt ihr euer Medikament genommen هنا في الماضي das perfect كما تتنرقنا في الدرس السابق nehmen يأخذ هل أخذتم دواءكم mitnehmen وهو يأخذ معه nehmen يأخذ mitnehmen يأخذ معه كما قلنا mit حرف جر mit وهو مع nehmen Sie bitte das mit هنا نقول نأمر شخص أن يأخذ هذا الشيء معه هنا geben وهو يعطي gib mir bitte einen Löffel Löffel وهي ملعقة gib mir bitte einen Löffel يعطيني ملعقة من فضلك هنا فعل kaufen وهو يشتري ich kaufe das سأشتري هذا verkaufen وهو يبيع kaufen يشتري verkaufen نضيف إليها هذه الثلاث حروف ver وتعطينا يش يبيع ich habe meinen computer verkauft أنا بعت حاسوبي kochen وهو يطهو du kochst sehr gut أنت تطهو
بطريقة جيدة. إسن يأكل يأكل. هات أليس جيجيسن، هو أكل كل شيء، هو أكل كل شيء. أليس يأكل. هات أليس جيجيسن تخينكن، وهو يشرب يشرب. تخينك سي الكحول، هنا أعطيتها بصيغة السؤال. تخينك سي الكحول هي سؤال، هل تشرب هي هل تشرب الكحول. بنوتسن، وهو يستعمل في بنوتسن داسنيش، نحن لا نستعمل هذا. أي شيء يمكن أن نستعملها مع أي شيء، أنا لا أستعمل الهاتف، أنا لا أستعمل هذا، أنا لا أستعمل الحاسوب، أنا لا أستعمل إلى آخره. براوخن، وهو يحتاج يحتاج. براوخت إيه هيلف، هل تحتاجون المساعدة، هل تحتاجون المساعدة. ليمن، وهو يعيش. ليمن، وهو يعيش. زي ليمن سوزان، هما أو هم يعيشوا معا، يعيشوا معا في منزل واحد أو في شقة واحدة. شتابن، وهو يموت. زيزند لتس ياكشتوبن، كما تلاحظون هنا الذين اشتابن في الماضي تغير شكله، وهذا يعطينا لديه إي والإن، فهو فعل غير قياسي. أون غيغل ميسيش، أون غيغل ميسيجس. هذا الدرس تطرقنا له في الدرس السابق، إذا كان لديكم مشكل معه فأنصحكم بمشاهدة الفيديو السابق. لوغن، وهو يكذب يكذب. إيش لوغن نيشت، إيش لوغن نيشت، أنا لا أكذب، أنا لا أكذب. هنا بتروغن، وهو يغش يغش، هو بتروغن. تو هاسمش بتروغن، تو هاسمش بتروغن، أنت غششتني أو غشيت، هو فعل غشة في الماضي. شتخايدن، وهو شتخايدن، هو يتدابز أو يتشاجر يتشاجر يتشاجر. شتخايدت إما، هو يتشاجر دائما. تروكن تروكن، وهو يضغط يضغط في الأبواب. في ألمانيا تجد باب لمقهى أو أي محل يكون مفتوح، وتجد من الخارج دروكن أو تسيهن. إذا كانت دروكن أي تعني اضغط، تضغط تضغط على الباب تدفعه. إذا كانت تسيهن، وهو يسحب يسحب. لكن هذه نستطيع أن نستعملها مع الأبواب، لكن في أي شيء آخر دروكن فهو هي تعني يضغط، يضغط هنا أو هنا. زي دروكت نشت غشتش، هي لا تضغط بطريقة صحيحة. تسيهن، وهي يسحب. ويتسيهن داس جمينزام، نحن نسحب هذا معا، نسحب هذا الشيء معا. أين تسيهن، هنا لدينا تسيهن كما قلنا هي يسحب. أين تسيهن، وهي عندما عندما تكتري منزل وتدخل إليه تسكن فيه، فهذا الفعل يسمى بالألمانية أين تسيهن، وهي الدخول إلى المنزل، سكن في منزل جديد تعني أين تسيهن. وأوسين، ها هي تحت أين تسيهن. أوسين هي تخرج من المنزل، ليس لا نعني هنا تخرج من المنزل أي تخرج تذهب إلى المدرسة أو تذهب إلى العمل أو أي شيء. أوسين هي تخرج وتخرج معك أثاث المنزل، أي لا تكتري أو لا تسكن في هذا المنزل، لا تسكن فيه أنت خارج منه. أينتين هي تدخل للمنزل، مثال لأول مرة تدخل تكتري منزل وتدخل إليه. أو سيهن وهي تخرج من المنزل. وأم سيهن هي عندما تخرج، أم سيهن يعني عندما تخرج من هذا المنزل وتدخل إلى هذا المنزل، تعني أم سيهن أم سيهن. فهمتم المعنى أم لا؟
إذا أينسين هي يعني ما ندخل منزل جديد، نكتري منزل جديد وندخل إليه، هذا تعني أينسين. أوستين تعني عندما ينتهي عقد الكراء، مثلا ينتهي عقد الكراء ونخرج من هذا المنزل، لا نسكن فيه مجددا، أي نخرج، هذه تعني أوستين. وأمتين تعني أين، أي نتحول من منزل إلى آخر، نكون اقترينا منزل لمدة سنة والآن سنتحول إلى منزل آخر، فهذه العملية الخروج من هذا المنزل والدخول إلى المنزل الجديد، هذه العملية تسمى بأمتين. هنا أينتين مثال وان تيهن زي أين، تعني في متى ستدخلون إلى المنزل، متى تدخلون إلى المنزل. إشتسيه نيكسن مونات أوس، إشتسيه نيكسن مونات أوس، أي أنا أي سأخرج من هذا المنزل أو من هذا البيت في الشهر القادم، الشهر المقبل. أمتين ضغوم تيستو أم، تعني لماذا أنت تتحول من هذا المنزل إلى منزل آخر. هنا لدينا أتين، كما تلاحظون أربعة أفعال تتشابه، أتين وهو التربية، يربي، أنت تربي ولدك أو أولادك، يربيه وهو أتين. زي هات إيغ توختا نشت كوت أت سوغن، أو نشت غشتش، كنا أيضا أن نقول نشت غشتش، تعني هذه الجملة هي لم تربي ابنتها توختا، دي توختا وهي البنت، ليس البنت معنى بنت لكن البنت ولد، كيف أشرحها، لدينا الولد وهو دا يونغ والبنت هي تس ميتشن، لكن الأولاد كبنتك نقول بنتك أو ولدك، فالولد هو دا سون والبنت هي دي توختا. زي هات إيغ توختا نشت كود أتسو، هي لم تربي ابنتها بطريقة جيدة. شلافن وهو ينام، في شلافن نوين أو نسمع نقول الواحد والساعة الواحد والعشرون، وهنا نعني بها التاسعة مساء. بيشلافن نحن ننام عند الساعة التاسعة مساء. تلاحظون معي مع الوقت، عندما يكون الوقت نستعمل حرف جر أم، يعني عند تخويمن وهو يحلم، تخويمن هو فعل يحلم، was habt ihr geträumt، ماذا أو بماذا حلمتم. aufwachen وهو يستيقظ، مثال wann wachen sie auf، وهي تعني في أي وقت تستيقظون من النوم. aufstehen هي ينهض، تكون جالس أو نائم وتنهض، تقف. aufstehen ich kann nicht aufstehen، تعني هنا نحن هنا ich kann nicht aufstehen، وهذه تعني أنا لا أستطيع الوقوف. هنا لدينا المثال الآخر فعل vereinbaren، وتعني vereinbaren نستعملها دائما مع الموعد، عندما نود أن نعمل موعد فنقول vereinbaren. هنا تعطينا مثال أو معنى نعمل لكن مع الموعد، دائما نستعمل كلمة موعد مع الموعد، vereinbaren مع الموعد. vereinbaren هنا du sollst mit ihr einen
تامين فأينبارن. يجب عليك أن تعمل موعد معها، كما لاحظتم هنا إيه في الداتيف وهي زي في الداتيف، أعطتنا إيه. Du sollst mit ihr einen Termin vereinbaren. يجب عليك أن تعمل موعد معها. هنا لدينا absagen، فعل absagen وهو يلغي، لكن هذا الفعل نستعمله أيضا مع المواعيد، مع المواعيد. soll den Termin absagen وهي إلغاء موعد، إلغاء موعد. soll den Termin absagen، يجب عليه أن يلغي الموعد. هنا ausfallen تعني أيضا يلغي، وهنا تستعمل مع الأشياء الأخرى، مثل رحلة أو أي شيء، كما هنا تلاحظون die Fahrt wurde ausgefallen. Die Fahrt wurde ausgefallen. الرحلة ألغيت. wurde، وهذا يعطينا المبني للمجهول، تكلمت عليه في درس سابق، لكن سأعمل درس مستقبلا إن شاء الله سأتكلم بطريقة جيدة، وسأوضح فيه هذا المبني للمجهول. نستعمله معه فعل werden. هنا probieren وهي يجرب أو يحاول، يجرب أو يحاول. wir probieren es nochmal. wir probieren es، نحن سنجربه مرة ثانية أو سنحاول مرة ثانية. spielen وهو يلعب. wollt ihr auch spielen؟ هل تودون أن تلعبوا؟ هل تودون أن تلعبوا؟ هنا sehen وهو يرى. wir sehen nichts، نحن لا نرى شيئا. يرى و gucken هو ينظر أو يشاهد، ينظر أو يشاهد. gucken و schauen تقريبا هما نفس الفعل. was guckt ihr؟ ماذا تشاهد؟ وهنا schauen Sie das، هنا أمر schauen Sie das، وهي شاهد هذا الشيء، أو تستطيع أن تقول أنا أشاهد فيلما. ich gucke einen Film أو ich schaue einen Film، وتكون معها هنا في بعض الأحيان تكون عن gucken أو عن schauen، عندما نقول أشاهد فيلم أو إلى آخره. هنا فعل schreiben وهو يكتب، يكتب. ich schreibe einen Brief. ich schreibe ihnen einen Brief. أنا أكتب لهم رسالة. ein Brief وهي رسالة أو der Brief إذا كانت معرفة. lesen وهو يقرأ، يقرأ. lies mal hier. هنا lesen نقول ich lese، du liest. ich lese، du liest. أعطيته في الدرس السابق أيضا، لكن هنا عندما يكون الأمر مع أنت نقول فقط ليس، ليس. لا تكون دو عند الأمر، لا تكون دو عندما نقول اقرأ. اقرأ هنا، اقرأ هنا. هذه كلمة مال نستعملها في اللغة الألمانية وتعني مرة، هي تعني مرة، لكن نستعملها لا تعطي معنى مرة، لكن تعطينا الاسم هي نقولها أي هنا. هي صراحة تعطينا تعني مع مرة، لكن تقول كوكمال، كوكمال، انظر، انظر. فقط نسميها هي معناها الحرفي وهو مرة. أين مال أو نوخ مال هي مرة ثانية، أو أين مال مرة واحدة. عندما تود أيضا أن تشتري شيئا يمكن أن يسألك الشخص هل تريد من هذا الشيء فقط مرة واحدة أو مرتان، يسألك يقول نو أين مال. أين مال هي مرة واحدة. وهذه كلمة مال نستعملها في الكثير من الأحيان. غوفن الذي نفعل غوفن وهو
غوفن وهو باللغة العربية، لديه مشكل مع اللغة العربية، وهو عندما تقول شخص أنت هنا والشخص الآخر في مكان آخر ينادي، وفعل ينادي إغوفت إن هو يناديه، هو ينادي، وهنا إن وهو أيضا إغ في الأكوزاتيف تصبح إن، هو يناديه أو يناديه. عن غوفن هنا كما لاحظتم غوفن أضفنا إليه أ والإن في الأول وأعطتنا معنى يتصل، يتصل عبر الهاتف، يتصل عندما تنادي شخص عبر مباشرة فهذا هو فعل غوفن، وعندما تناديه في الهاتف تعني تتصل به فنقول أنغوفن. زي هات مش شون أنغوفن. هنا في الماضي هي اتصلت بي، تخيفن وهو يتلاقى مع شخص، نقول فان تخيفن بي أنس، في أي وقت أو متى نلتقي، متى نلتقي، تخيفن وهو يلتقي. إذا كان هذا هو درس اليوم إخواني وأخواتي الكرام، أرجو أن تكونوا استفدتم منه، وإلى درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.